بعد منه غزة جديدة. طبعا لا زالت قوات النظام تحاول اقتحام منطقة بالا والسيطرة على الطريق الواصل باتجاه منطقة المرج من اجل محاصرة 3000 عائلة متواجدة في جنوب الغوطة الشرقية. طبعا الان معنا احد المرابطين الذين كانوا متواجدين على الجبهة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن تحكي لنا شو اللي صار هون؟ والله حاول النظام عدة مرات يقتحم المنطقة لكن المجاهدين الابطال صدوهم واستطاعوا أن يوقعوا حوالي 3 أو 5 قتلى منهم ولم يستطيعوا حتى اللحظة من سحبهم. طبعا حتى المساجد لم تسلم من بطش النظام. نلاحظ الدمار الذي حل بهذا المسجد الوحيد في منطقة بالا. النظام دمره بالغارات الجوية التي استهدفت المئذنة والمئذنة. الآن لا يوجد مئذنة، يعني الآن المئذنة هي أصبحت في الأرض نتيجة القصف. طبعا نلاحظ هذه المئذنة التي سقطت بالكامل.